ارتدد الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام حرص المؤتمر وحلفائه على انجاح مؤتمر الحوار الوطني، مشيدا بالجهود التي يبذلها ممثلو المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في المؤتمر، مشددا خلال تراسه اللقاء التشاوري بحضور الامناء العامين المساعدين واعضاء اللجنه العامه واعضاء الامانه العامه وقيادات احزاب التحالف وممثلي المؤتمر وحلفائه في مؤتمر الحوار على اهميه 3 قضايا رئيسيه في المؤتمر، وهي بناء الدوله والقضيه الجنوبيه وقضيه صعده. شهر مبارك، كل عام وانتم بخير. الأخوة والأخوات أعضاء لجنة الحوار الوطني ولجنة الدفع والإخوة في الأمان العامة لقيادة المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، الإخوة رجال الإعلام والمواقع الإلكترونية، مناسبة عظيمة كما ذكرها الأخ الأمين العام المساعد الشيخ سلطان البركاني، فهي أكثر من 4 مناسبات، وأنها مناسبة طيبة في العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك أن يكون هذا اللقاء الموسع للقيادات المؤتمرية والتخاطب معكم. فاسمحوا لي في البداية أن أشكر الأخوة أعضاء لجنة الحوار على كل الجهود التي يبذلونها خلال الفترة المنصرمة، فجهود عظيمة وانضباط جيد داخل أعضاء لجنة الحوار على وجه الخصوص القيادات المؤتمرية وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي. فنحن نبارك الإنجازات التي قد تمت، ونتمنى أن ينجزوا، وهي 3 مهام كبيرة وعظيمة، وهي الأساس الذي يجب أن يقفوا أمامها، هي قضية بناء الدولة الحديثة والقضية الجنوبية وقضية طاقة، 3 مرتكزات أساسية للحوار. صحيح ما قد أنجز من اللجان الأخرى شيء جيد، لكن هذه هي كلها كانت ستأتي مكملة ل3 المحطات الرئيسية، وهي بناء الدولة، القضية الجنوبية، قضية طاقة، هذه القضايا الشائكة والتي تحتاج إلى وقفة جادة وعميقة ودراسات موضوعية من كل الأكاديميين وكل من يهتمون بالعمل السياسي داخل الساحة اليمنية. فنتمنى لهم التوفيق، وسوف نقدم بعد قليل للأخ الدكتور يحيى محمد الشعيبي ليقدم تقرير عن ما تم إنجازه داخل لجنة الحوار من عمل سياسي جيد. لكن في الأساس 3 المحطات الرئيسية، نعمل أن يبذل المؤتمر وحلفاء جهد كبير وأن ينضبطوا أكثر وأن يحضروا بشكل مكثف وأن لا يهملوا هذا العمل. هو المخرج المشرف والجميل لليمن من خلال الحوار الوطني الديمقراطي، دون أن أحد يفرض رأيه على الآخرين. يجب أن يحترم الرأي والرأي الآخر، نحترم آراء الآخرين لكن يجب أن نحترم آراءنا كقوى سياسية مجربة، قوى سياسية مجربة في إدارة العمل السياسي وفي إدارة شؤون الدولة. يجب أن يحترم كل رأي ولا أحد يفرض رأيه على الآخرين، ولكن الأغلبية هي التي تنفذ داخل اللجان أو داخل مجمع الحوار بشكل عام. هذه 3 المحطات التي نحث أعضاءنا على الإسهام الفاعل والقوي في هذا المجال. الإخوة الإعلاميين، نقدر تقدير عالي مواقفكم وشجاعتكم وبسالتكم وثباتكم خلال الأزمة التي مضت ولا زالت آثارها قائمة في الوطن. نأمل من رجال الإعلام الكلمة المسؤولة، وأن نتبع العمل المهني، لا التهجم على الآخرين ولا الشخصنة، وليست من سلوكيات المؤتمريين شخصنة الآخرين. فليشخصنونا الآخرين نحن نرحب، لكن احنا عيب علينا اننا نشخص الاخرين، ان العيب علينا.
ولكن نقول الكلمة الشريفة والكلمة المسؤولة التي تبني ولا تهدم، يجب أن نقولها. وبأيديكم وسائل كثيرة ومقدرات عالية أن تربوا الآخرين وأن يقتدوا بكم من خلال سلوكياتكم، من خلال كلماتكم، من خلال إعلامكم المرئي والمسموع والمقروء، ومن خلال المواقع الإلكترونية. لديكم تجربة ما شاء الله، وتجربتكم خدمة لوطنكم ولبلدكم مش لأنفسكم. أنا أشكر الوفاء من كل جماهير شعبنا وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في المقدمة وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي. لقد شاهد خلال هذا الفترة منذ أن سلمنا السلطة سلبيا التوافد إلى سكني الخاص، والله توافدت وجيه وشخصيات لا لهم مصلحة مع علي عبد الله الصالح طوال 33 عام. خلال 33 عام ليس لهم لا مصلحة ولا رتبة ولا ترقية ولا أرضية، ولكن الذي أخذوا المال والأراضي رحلوا من على كاهلنا، رحلوا من على كاهلنا، فأصبح المؤتمر نظيف. من تبقى من أصحاب الشرايح المزدوجة وناقلي المعلومات أن يرحلوا من على كاهل المؤتمر الشريف النظيف. تحية للمرأة الصامدة في كل أنحاء الوطن، المرأة الوفية الذي وقفت إلى جانبكم وكان لها موقف مشرف وعظيم. عجائز لا يعرفن علي عبد الله صالح ولا أبوها ولا زوجها ولا كان بيشتغل معايا، وقفن في ميدان 70، وقفن في ميدان التحرير، وقفن في تعز، وقفن في الحديدة، في حضرموت، في كل مكان، في عدن، مرأة للبحث عن الاستقرار، للبحث عن الأمان، ليس البحث عن الأراضي. لا يبحثون على الأراضي لا في عدن ولا في صنعاء ولا في الحديدة، يبحثون عن أمن واستقرار هذا الوطن، ويبحثون عن العيش، ويبحثون عن الدواء أو عن التعليم، ما كانوا يبحثون عن أراضي. شوفوا أصحاب الأراضي وأصحاب المصالح يمشوا في شوارعنا ويركبوا الزجاج العاكس خجلاً من الشعب، لأنهم يشروا إليهم بالأيدي. هؤلاء أخذوا الأراضي، هؤلاء نهبوا المزارع، هؤلاء تجار الحروب، هؤلاء فيخطوا مدججين بالسلاح، خايفين على أنفسهم لأن ماضيهم غير شريف غير نظيف. والنفط كذلك، تهريب النفط والغاز عن طريق البحر الأحمر وخليج عدن، ألا يستحوا ويختفوا من الساحة؟ المفروض أنهم يستحوا ويختفوا من الساحة ومن العمل السياسي ويأكلوا ما قد هبروا، يأكلوا ما قد هبروا. طيب، أكرر الشكر للجميع وأحيب كل أبناء الوطن وكل أعضاء المؤتمر وأحزاب التحالف بهذه المناسبات الأربع التي ذكرها الأخ العام المساعد هذا الشهر المبارك. أدعو كل أبناء الوطن إلى التآخي، إلى نبذ الفرقة، إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات. نبتعد عن الخصومة، نبتعد عن الخصومة ما عدا حالة واحدة الذي لا تصالح معها ولا بحث معها، وهو الإرهاب مع تنظيم القاعدة. ومن يدعم تنظيم القاعدة؟ ومن يقف إلى جانب تنظيم القاعدة؟ ومن الذي مول تنظيم القاعدة في تمويل؟ هؤلاء يجب أن يرحلوا. فأحيي كل أبناء الوطن بهذه المناسبة الغالية. شكراً.